شباب اليوم بس يوم قاعدين نلعب روبس سباينا ماركرز، فانا راح بس راح اجيكم بس كيف تلاقوا بس كده ماركر الجداد اللي ينزلوها، بس ما بعرف كيف انا لاقي الباسورات هدول، بس مش كل الباسورات هدول كيف بدي افتح الكاشة، اذا بتعرفوني اعملوا بس فولو عملوني طلب الصداقة وأنا راح أعلمكم كيف. أول شيء راح نفتح نلاقي الإيزي ماركر اللي بعرفه يعني الجراس، أنا بعرفه بس راح نفتش على الجراس الجراس ماركر خليها عادي نفتش على الحجر كتير حاسوبة وفي هون كمان الود ماركر كمان تحت اللي لافا جامب We'll be right back.
نية الحنين.
Thank you.
مش هحضركم معايا انا الفيديو على اليوتيوب واحد انجليزي ورق المنشورات، بس هحضركم على الفيديو ونلاقي التصويرات. يلا تعالوا نفتح. بيبي نحن وجدناه. يعني مش نمزح، لا يا لكن انا ما بلعب اللعبة. في فيديوهات نلاقي كيف نلاقي الماركرز. اوكي هذا بس الفيديو المارك اول 7. اوكي الحمد لله. اوه هداك الدائرة شغلي انا اوكي. هلا رجعنا وعرفنا كيف نلاقي الحجر يعني من الغبي، بس كيف نحن نلاقي ده جيل ايس بس اي خشب هو من ذاك المركب بيكون ضيعت نفسي. لازم نطلع حبل الأشجار وهذا السبب Yeah.
بس كتير مني بالعربي انا كتير مني
Babel, and Kadamisa. Oh, this is a mix. What? What is it going? كل حذر ما خبر عنه هذا جميع جيس أرهب أخيرا يا ميكا مش عم تلت عندي السيرفر اكتب شي انا بكره التسليك عم تلت جلتش موتر بكره التسليك جمب انا ستبت انا ستبت ياردي ياردي لو انا ما بستبت لو عرفت نفط لو استبعت نفط نفط Okay, I'll سهل جدا برا منيح لو بسرعة تتليك لو بسرعة وصل اخيرا وصلنا قلنا كتير و انا يلا يلا اسرع اسرع اسرع
أفضلية السخافة. أوكي أخيرا ليش ما في تشيك بوينت؟ هلا في هون تشيك بوينت وما في هونيك فوق تشيك بوينت. أنا سخيف عن جد، ما أنا مبسوط بحالي على هالمرة. أسف مرة بحياتي ما شفت كل هالعسل. هذا هوني أو ما بعرف. طيب انا هرجعكم شباب، فانا بس بحترف بنفسي انا بس فانا شباب فانا بس بحترف بنفسي اني انا ماني محترف بالابيض، فماني محترفات بالابيض اصلا. مش منيح بالابيض، بكره بس بكره هيك ابيض بس تتحرك بس. بدي اعمل هكا يصير هكا، بس ما فيني، صعب جدا صعب جدا عشان لا اون غير اون. خلاص خلينا نرجع. نعمل الأبي.